هل تنقطع العلاقة بيننا وبين الأموات بمجرد موتهم؟ وما معنى قوله تعالى عن الأموات ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؟ وهل هناك دليل من القرآن الكريم يؤكد أن أعمال البر والدعاء والاستغفار يصل للميت؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، انتشر موضوع مؤخرا فيه مغالطة علمية ومنطقية، سأقول لكم كيف. يقولون إن الميت بمجرد أن مات انقطع تماما عن الدنيا وانقطع عن الأحياء ولم يعد له علاقة بأي مخلوق حي. ويقولون أيضا إن الدعاء لا يصل، الاستغفار لا يصل، وأن هذا الميت لا يسمع ولا يعلم شيئا، وهو في عالم ما وراء البرزخ. والدليل على ذلك كما يقولون قول الحق تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اليوم سنتأمل من القرآن الكريم أدلة تؤكد أن الاستغفار يصل، العمل الصالح يصل، أعمال البر تصل، الدعاء تصل للميت. أول شيء أخي الحبيب، وأول دليل وأقوى دليل أنا بنظري، يعني الميت عندما يموت ودخل في عالم البرزخ أو ما وراء البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، تأتيه الإجابة الصادمة، كلا، لا عودة للحياة، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن دخل هذا الحاجز وهو البرزخ بين الدنيا وبين عالم الأموات، هناك برزخ مجرد أن دخل فيه الإنسان لا يعود، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. فقالوا إن هذه الآية تدل على أن الميت لا يسمع ولا يرى ولا يعلم شيئا، وهو راقد في قبره، والدعاء لا يصله. إذن لو كان هذا الكلام صحيحا أخي الحبيب، لماذا نصلي على الميت؟ ما هي فائدة الصلاة؟ الصلاة على الميت ما هي؟ هي صلاة ليس فيها سجود، هي أصلا دعاء. يعني أنت عندما تصلي على الميت كل ما تقرأه سواء من دعاء أو الفاتحة أو الصلوات الإبراهيمية أو أي شيء تقرأه هو دعاء بالنتيجة. طيب لو كان هذا الدعاء لا يصل، ما الفائدة من صلاة الميت؟ إذن هذا أقوى دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بشكل غير مباشر أن هذا الميت يصله الدعاء. ولدي دليل من القرآن أيضا لمن ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه عليه الصلاة والسلام، يحدثه عن أولئك المنافقين والمشركين الذين ماتوا ولم يتوبوا، قال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي أبدا عليه. طب صلاة النبي عليه ما هي؟ هي دعاء، هي رحمة. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلاة النبي هي اطمئنان. فلماذا هنا أمر الله حبيبه عليه الصلاة والسلام ألا يصلي على هذا المشرك الذي كفر بالله؟ أيضا قال له ولا تقم على قبره، أمره ألا يقف على قبره. والوقوف على القبر، يعني هل هناك إنسان يذهب إلى قبر ويقف هكذا؟ الوقوف فيه دعاء، فيه قراءة قرآن، فيه استغفار لهذا الميت. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن كل إنسان يكفر بالله ورسوله ويموت على هذه الحالة
لا يجوز أن تدعو له، ولا يجوز أن تصلي عليه، ولا يجوز لك أن تقوم على قبره. طيب إذا كان مؤمن إذن يجوز أن تقوم على قبره ويجوز أن تصلي عليه، والصلاة على الميت هي دعاء، ويجوز أن تقرأ القرآن، أو القرآن هو دعاء بالنتيجة. نحن عندما نقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أليس هذا دعاء؟ عندما تقول وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أليس هذا دعاء؟ دعاء، وهو آية في القرآن. فإذا هذا دليل قوي أخي الحبيب أن النبي كان يستغفر للمؤمنين، فأمره الله ألا يستغفر للمشركين، ولو كانوا أولي قربى على فكرة. طيب هل النبي فقط فعل هذا؟ لا، كل الأنبياء. خذ مثال على ذلك سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح ابنه مات كافرا، يا بني اركم معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. فابنه لم يسمع كلام أبيه ومات كافرا، بعد أن طبعا انتهى الطوفان. ونادى نوح ربه، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. أراد أن يستغفر له أو يطلب له المغفرة أو أراد أن يدعو له. طيب لو كان هذا الولد في عالم ما وراء البرزخ ولا يصله الدعاء وهو منقطع عنا تماما، لماذا قال الله له إنه عمل غير صالح؟ الله لم يستجب دعاء سيدنا نوح لابنه. تصور أخي الحبيب، لا يوجد مجاملات ولا يوجد يعني تساهل في قضية الكفر والإيمان، حتى لو كان ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لقد قام بعمل غير صالح، وبالتالي حذره أن يسأل ما ليس له به علم. إذن لو كان عمل صالحا لقبل منه. يعني خذ أنت الآية هكذا أخي الحبيب، لو كان هذا الولد صالح إذن لقبل الله منه الدعاء، بما أنه غير صالح لم يقبل منه. لو كان الميت انقطع عنا تماما، يعني كان ممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح إنه الآن في عالم الأموات في عالم البرزخ ولا يسمعك، ويوم القيامة أجل هذا إلى يوم. ولكن قال له، وضح له أن هذا مات كافرا وسيكون من أصحاب النار، وإنه عمل غير صالح، وبالتالي لا يصل له الدعاء. المؤمن يصل له الدعاء. طيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى سيدنا إبراهيم عندما استغفر لأبي الله أيضا نهاه عن ذلك ولم يستجب سبحانه وتعالى، لم يقل له إن أباك في عالم البرزخ ولا تتعب نفسك بالدعاء، لا. فهذا يدلك أخي الحبيب على أن الميت ينتفع بالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إحدى هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. طب إذا كان صديق صالح يدعو له أيضا يستجيب الله عز وجل. يعني أنت عندما، انظر أخي الحبيب، أنت عندما تدعو بالخير لإنسان وبنفس الوقت إنسان آخر مات وقلت الحمد لله الذي أراحنا من شره، يعني عندما يموت لص كان يؤذي الناس، الناس يقولون الحمد لله ارتاحوا من شره، بينما الرجل الصالح الذي كان يكرمك، كان يعلمك الخير، كان يقضي حوائجك، كان يطمئن عليك. طيب هذا
قام بأعمال بر تنعكس وتصل إليه، يصل ثوابها بعد أن يموت، لأن وما يفعل من خير فلن يكفروه، يعني الإنسان كل خير تفعله يرد إليك أضعاف مضاعفة. وبالتالي يا أحبتي الكرام، أرجو أن تنتبهوا لمعاني آيات القرآن، لأن القرآن دقيق جدا. يعني يأتي اليوم شخص يقول لك القرآن لم يتحدث، يعني وما أنت بمسمع من في القبور. طيب يا أخي، العلم أثبت أن الميت يسمع، في دراسة قام بها البروفيسور سام بارنيا وتحدثنا عنها مؤخرا، وأثبت أن الميت بعد أن تخرج روحه وبعد أن يموت تماما طبيا هو ميت، هناك مركز السمع ينشط في دماغه بشكل عجيب جدا، مركز الذكريات ينشط أيضا، والأجهزة استطاعت أن تقيس هذا النشاط لمدة تقريبا نصف ساعة بعد الموت. والعلماء يقولون نحن لا نعلم إلى متى يستمر سمع الميت، لأن الإشارة الصادرة من دماغه تضعف وتختفي بالنسبة للأجهزة التي لدينا اليوم، ولكن قد يتطور العلم ويخترعون أجهزة أكثر دقة تستطيع التقاط إشارات أو النشاط لدماغ الميت وهو ميت خلال أيام مثلا. وبالتالي أخي الحبيب، العلم هنا أثبت أن الميت يسمع. يقول لك وما أنت بمسمع من في القبور، يعني بالله عليكم هل يعقل أن الله يخاطب نبيه يقول له يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت إذا تكلمت لن يسمعك الذين في القبور؟ يعني هذه معلومة. هم فهموا هذه الآية بشكل خاطئ يا أخي الحبيب. يقول له على سبحانه وتعالى لا تتعب نفسك مع هؤلاء الملحدين، أنت تتعب نفسك، والله قال له فلعلك باخع نفسك على أثارهم، وقال له ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. كان يحزن عليهم، يريد لهم الخير وهم يصدون عنه، وهم يهربون منه، وهم يتآمرون عليه للأسف يريدون له الشر، فكان النبي يحزن. فيقول له هؤلاء كالأموات وما أنت بمسمع من في القبور. وليس المقصود أن الله يعطي معلومة للنبي أن الذي مات لا يسمع، يعني هنا مشكلة هؤلاء يقتطعون جزء من الآية ويفسرونه على هواهم. ولا مفسر على فكرة، كل المفسرين من الطبري إلى القرطبي إلى كل المفسرين، لم يفهم أحد من كل المفسرين هذا الفهم الذي يقولونه. يعني لا نجد أي مفسر فهم من هذه الآية أن الله يعطينا معلومة أن الميت لا يسمع. لا يا أخي، هذه مقارنة. يقول وما أنت بمسمع من في القبور، يعني هؤلاء قلبهم ميت، صحيح هو يتحرك وينطق أمامك ولكن قلبه ميت، لا يعقل لا يسمع، مثل هذا الذي في القبر. إذن أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء، أكثروا من الدعاء لموتاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد أن الدعاء والاستغفار يصل للميت الصالح، والميت غير الصالح إذا مات على الإسلام، يعني إذا مات على كلمة لا إله إلا الله، ولو كان عاصيا أو مقصرا، فنرجو له الرحمة. ولكن هناك إنسان مات على الإلحاد، مات مصرا على الكفر، مصرا على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ومات على ذلك. طيب هذا ماذا نقول فيه؟ أمره إلى الله. الله تعالى يقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يعني أنا ليست مهمتي أن أتنبأ لهذا الإنسان بالجنة أو أتنبأ لإنسان آخر بالنار، لا،
الإنسان الذي أحسبه مؤمنا أو مات على التوحيد أدعو له الله بالرحمة، والله طبعا يفعل ما يشاء. إنسان مات على الكفر، النص القرآني واضح: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أصلا الإنسان الذي ينكر وجود الله هو أصلا لا يطلب منك أن تترحم عليه. يعني بالأصل هذا الملحد الذي مات هو لا يعترف أصلا بوجود الله. لذلك أخي الحبيب الدعاء يصل. ثم إن الله عز وجل عندما قال في القرآن عن بر الوالدين قال سبحانه وتعالى: فعل الأمر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طب هذا الدعاء أنت تقوله فقط إذا كان أبوك حيا أم بعد موته؟ يعني فقط يخص الأحياء هذا الدعاء؟ يعني هذه آية قوية جدا واضحة. يعني أنا والدي مات رحمه الله، طيب الله يأمرني ويقول لي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لم يقل لي طبق هذه الآية في حياة أبيك وبعد أن يموت انتهى. فهذا يدل على جهل عميق بالقرآن الكريم لكل من يدعي أن العلاقة انقطعت بيننا وبين الأموات، بل إن الدعاء يصل وبخاصة للأبوين بنص القرآن الكريم. أنت مأمور أن تدعو لأبويك بالرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سواء كان حيا أو ميتا، وسواء كان كلاهما على قيد الحياة أو في عالم الأموات أو أحدهما حي والآخر ميت. أنت مأمور فعل أمر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يرحم أمواتنا وأمواتكم، وأكثروا من الدعاء لمن مات أيها الأحبة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، وعسى أن يسخر من يدعو لنا بعد الموت، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.